أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال كلامنا في باب ما يفصل به بين دعوى المحق والمبطل في امر الامامه الحديث الثاني عشر من احاديث هذا الباب وكذلك الحديث الثالث عشر والحديث الرابع عشر احاديث نتناولها في هذه الحلقه ان شاء الله تعالى وقبل أن نتلو هذه الأحاديث الشريفة نذكر مقدمة وقد ذكرناها فيما مضى مرارا بألفاظ مختلفة وهي تتعلق بعلم الغيب علم الغيب خاص بالله سبحانه وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب الا الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء والفرق بين علم الغيب وعلم الشهاده بالنسبه الينا لاننا نمتلك حواس محدوده المدى العين ترى لمقدار معين الاذن تسمع الاصوات القريبه او البعيده بمقدار معين وضمن امواج خاصه وهكذا حاسه الذوق والشم واللمس فالذي لا يصل اليها هذه الحواس يكون من الغيب الذي غاب عن الحواس، لذا يقال له الغيب. هذا بالنسبة إلينا غيب وشهادة، أما بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى فالكل سواء عالم الغيب والشهادة، لا فرق بين الأشياء. بالنسبة إليه سبحانه وتعالى لأنه محيط بالأشياء أجمع بعلمه وقدرته. فأن تعلم بما غاب عن حواسك هذا من علم الغيب. تارة يكون للإنسان طريق إلى أن يعلم بما غاب عن حواسه، الله سبحانه وتعالى جعل طرق وهذه الطرق قد تكون طبيعيه وقد تكون غير طبيعيه خارقه للعاده مثلا ان يخبرك انسان بشيء راه وانت لم تره وانت تثق بهذا الانسان وتعلم بكلامه او بالادله العقليه تكتشف حقيقه لا تحيط بها حواسك الله سبحانه وتعالى من الغيب ونحن نؤمن بالله الذين يؤمنون بالغيب لان حواسنا لا تدرك الرب سبحانه وتعالى لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار نحن بحواسنا لا يمكن ان ندرك الله سبحانه وتعالى ولكن الأدلة العقلية والفطرة تدل على الله سبحانه وتعالى، فنحن نعلم بوجود الله، والله من الغيب، لكن كيف علمنا به؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل في عقولنا وفطرتنا ما نستدل به على وجوده. الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف من الغيب لأننا لم ندركه بحواسنا، وإنما علمنا به بالأدلة العقلية والسمعية، نعلم أن رسول الله صلى الله عليه واله صادق حينما قال: "الأئمة من بعدي اثنا عشر" أو "لا يزال هذا الدين قائمًا ما دام اثنا عشر إمامًا" ونصوص أخرى خاصة وعامة تدل على إمامة من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. وأيضا النصوص التي دلت عليه، وقد تلونا بعضها فيما مضى. فالله سبحانه وتعالى جعل لنا طريقا طبيعيا إلى هذا الغيب متمثلة بالأدلة العقلية والأدلة النقلية وهناك غيب لا طريق لنا إليه ليس من الشهادة حواسنا لا تدركه وأيضا لا يمكن أن نستدل بذلك على ذلك بعقولنا وهذا علم خاص بالله سبحانه وتعالى. والله شاء ان يظهر على بعض غيبه من شاء من الرسل واوصيائهم عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول. ولذلك حينما اخبر امير المؤمنين علي عليه الصلاه والسلام على منبر الكوفه ببعض المغيبات فقال له رجل لقد اوتيت علم الغيب يا امير المؤمنين فضحك عليه السلام تبسم يعني وقال بل تعلم من ذي علم لان علم الغيب بالذات هو علم خاص بالله، لكن الله سبحانه وتعالى اخبر رسوله محمدا صلى الله عليه واله بكثير من الغيب، والرسول اخبر امير المؤمنين عليا عليه الصلاه والسلام ونحن نقول بأن الرسول كان يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن، لأن الله علمه، وهو علم أمير المؤمنين علياً عليه الصلاة والسلام، والأئمة عليهم الصلاة والسلام من بعد أمير المؤمنين من الإمام الحسن إلى الإمام المهدي، أحدهم يأخذ العلم من الآخر، وغير الشيعة في صحاحهم مثل كتاب مسلم، كتاب البخاري يروون ان رسول الله صلى الله عليه واله في يوم من الايام جلس على المنبر من بعد صلاه الصبح الى صلاه العشاء ولم ينزل من المنبر الا في اوقات الصلوات، يعني صلاه الظهر، صلاه العصر، صلاه المغرب، يصلي يرجع للمنبر. فيروون عن حذيفه انه قال: فعلمنا ما كان وما يكون وما هو كائن. يعني اذا احنا نقول ان رسول الله علم الائمه عليهم الصلاه والسلام علم ما كان وما يكون وما هو كائن، غيرنا يقول ان رسول الله علم مجموعه من الصحابه من الذين كانوا في المسجد. على كل حال فالمقصود انه علم الغيب خاص بالله، والله سبحانه وتعالى علم من يشاء بما يشاء. عيسى على نبينا واله وعليه الصلاه والسلام كانت له معاجز. يحيي الموتى باذن الله، يبرئ الاكمه والابرص باذن الله. ومن جمله معاجزه: وانبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم. هذا كان من علم الغيب الذي كان يخبر به عيسى عليه الصلاه والسلام بطريقه اعجازيه. اذا اتضح ذلك الائمه عليهم الصلاه والسلام كان الرجل اذا اراد الله ان يهديه للايمان كان الائمه عليهم الصلاه والسلام احيانا يخبرونه عن امور لا يعلمها احد فالله سبحانه وتعالى عن هذه الطريقه كان يلقي في قلب من يريد ان يهديه الهدايه عبر كلام الامام عليه الصلاه والسلام وعبر اخباره بما لا يعلم به احد من جملتها الحديث الثاني عشر عن الوشاء الوشاء هو الحسن ابن علي الوشاء وانما سمي وشاء لانه كان يبيع الوشي الوشي ثوب منقش ومنمق مثل التطريز مثلا في هذه الايام متعارف في بعض الثياب الحسن بن علي الوشّاء كان من وجوه هذه الطائفة، لكن بعد استشهاد الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام، مجموعة اخترعوا مذهب الواقفة. مذهب الواقفة كانوا يقولون بأن الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام لم يمت وهو حي وهو المهدي مع أن الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام مات في السجن مسموما وشهد بذلك الناس في بغداد وشيع ودفن حيث مرقده الآن في الكاظمية لكن المذهب الواقفي كان يقول بأنه لم يموت وأنه حي يرزق لكنه اختفى، يعني روايات الرسول حول الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف طبقوها على الإمام الكاظم، وهذه من المشاكل التي ابتلي بها المسلمون أحاديث قالها الرسول تنطبق على أناس بعينهم طبقوها خطأ وزورا أو كذبا على أناس آخرين يعني احنا نسمع انه احد سلاطين من العباس المهدي العباسي المهدي لقبه واسمه محمد ابن المنصور العباسي المنصور العباسي ادعى ان المهدي الذي ذكره الرسول صلى الله عليه واله في احاديثه يراد به ابنه الخليفه الثالث من سلاطين بن العباس وهكذا وهلم جره فالواقفه طبقوا حديث الرسول خطا وكذبا على الامام الكاظم عليه السلام ولان بعض الشخصيات الكبيره هم الذين ابتدعوا هذا المذهب خدعوا بعض الناس لأن كان في زمان تقية شديدة، والإمام الرضا عليه الصلاة والسلام صامت في المدينة في بيته لا يستقبل أحدًا. لذلك بعض الناس توجهوا إلى المذهب الواقفي، وكان منهم الوشّاء. لكن الإنسان الذي يريد الهداية ويسعى لها، الله سبحانه وتعالى يهديه. وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، كما في القرآن الكريم. زين هذا كان مهتدي وكثير من الواقفه في زمان الامام الكاظم كانوا مهتدين يعتقدون بالائمه عليهم الصلاه والسلام الى الامام الكاظم. لكن تسويلات الشياطين شياطين الانس والجن خدعتهم يعني مثل الوشاء والبزنطي وبعضهم من الاجلاء خدعوا لكن هو كان طالب هدايه مو انه كان خبيث او طالب دنيا خدع الله سبحانه وتعالى لا يتركه مخدوعا وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون يبين لهم لذلك امثال هؤلاء الله سبحانه وتعالى كان يبين لهم الهدايه ولانهم كانوا مخدوعين عندما كانوا يرون الهدايه كانوا يهتدون ومن جملتهم الوشاء كان واقفا الحديث يقول عن الوشّاء، قال: أتيت خراسان وأنا واقف، يعني من الواقفة الذين وقفوا على الإمام موسى بن جعفر، فحملت معي متاعًا، التجارة كان ذاهب، لأن كثير من الرواة كانوا تجار، وفي الوقت نفسه كانوا علماء، أو كانوا رواة. فحمل فحملت معي متاعا وكان معي ثوب وشي يعني ثوب منمق منقوش عليه مطرز في بعض الرزم الرزمة يعني مجموعة من الأشياء تشد بخيط واحد أو بحبل واحد أو توضع في ثوب واحد ولم أشعر به ولم أعرف مكانه كان ناسيه يعني في بقشة حسب تعبيرنا مثلا مخلي الثياب المختلفة وهذا الثوب الوشي تحت سائر الثياب وكان قد نسيه فلما قدمت مرو أيام الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام كان وليا العهد في زمن المأمون العباسي فلما قدمت مرو ونزلت في بعض منازلها هذا إنسان كان طيب لكن كان قد خدع الله سبحانه وتعالى يريد يهدي الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام صار وسيلة لهداية ونزلت في بعض منازلها لم أشعر إلا ورجل مدني من بعض مولديها المولد لعله يطلق على إنسان كان أباء أو أجداد من العبيد الذين أطلق سراحهم أو من الموالي الذين تحالفوا مع بعض القبائل فقيل له مولد من بعض مولديها فقال لي إن أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول لك ابعث إلي الثوب الوشي الذي عندك قال فقلت ومن أخبر أبا الحسن بقدومي توني يعني واصل ما حد يعرف منو أخبره؟ وأنا قد قدمت آنفاً يعني توني واصل وما عندي ثوب وشي فرجع وعاد إلي فقال يقول لك: بلى هو في موضع كذا وكذا ورزمته كذا وكذا، طالع الأوصاف الدقيقة في مكان هذا الثوب ضمن أمتعته فطلبته حيث قال: فوجدته في أسفل الرزمة فبعثت به إليه يعني العنوان اللي طاني المكان رحت شفت الثوب هذا موجود فبعثت بهذا الثوب إليه وكان هذا مقدم لهدايته بعدين التقى بالإمام الرضا عليه الصلاة والسلام ورأى أيضا آيات أخرى فآمن بإمامته الحديث الثالث عشر من أحاديث هذا الباب عن عبد الله بن المغيره وهذا ايضا كان من الاجلاء. قال كنت واقفا نفس القضيه اللي حدثت مع الحسن الوشاء، الحسن بن علي الوشاء حدثت مع عبد الله بن المغيره انسان مؤمن طيب لكن خدع. هسه يمكن يسال كيف هؤلاء وهم أجلاء خدعوا الجواب لأن الذين ابتدعوا مذهب الوقف هؤلاء كانوا ناس كبار يعني مثل واحد يسأل مثلا بني إسرائيل بنو إسرائيل مع ما شاهدوا من الآيات والمعجزات على يد موسى على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام كيف خدعوا بالسامري حينما صنع لهم عجلا جسدا له خوار؟ الجواب لان السامري كان رجلا كبيرا من قوم موسى من كبارهم كان شخصيه مسموع الكلمه فاستخرج ما في نفوسهم من حب العجل وحب عباده الاصنام حينما غاب موسى على نبينا واله وعليه الصلاه والسلام. فكان مثلا شخص في بغداد علي ابن ابي حمزه البطائني كان وكيلا للامام موسى بن جعفر عليه الصلاه والسلام ولان الامام كان في السجن اجتمعت الاموال عنده اربع سنوات او اكثر الامام في السجن وهذا يستلم الاموال التي كانت للامام عليه الصلاه والسلام وغيره ايضا وكان رجلا ذا منزله عند الناس فلما استشهد الامام الكاظم عليه الصلاه والسلام هذا طمع في الاموال احنا الشيطان هاي النقطه دخل منها اليه لذا الانسان دائما لازم يغلق ابواب الشيطان على نفسه فوسوس اليه زين شلون يستولي على هذه الاموال؟ إذا الإمام الكاظم مات والإمام الرضا هو الإمام لازم هذه الأموال يسلمها للإمام الرضا فشاف أحسن طريقة هو أن يدعي أن الإمام الكاظم لا زال حيا وتبقى الأموال عنده أمانة وهو يتصرف فيها فزلت قدمه على كل حال وما أكثر أمثال هؤلاء في طول التاريخ بل عم ابن باعور الذي الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين زين هذا الرجل وضع أحاديث وغيره أيضا معه وصوروا تصويرا للناس الناس اللي كانوا في مناطق أخرى انخدعوا بذلك. قال كنت واقفا وحججت على تلك الحال، فلما صرت بمكه خلج في صدري شيء، هو طالب هدايه والله سبحانه وتعالى: "وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون". خلج في صدري شيء فتعلقت بالملتزم. الملتزم الجهه المقابله لباب الكعبه. يعني اذا انتم تشوفون باب الكعبه الطرف المقابل هناك اثر باب لانه في الجاهليه كان للكعبه بابان باب هو هذا الباب اللي الان موجود وباب في مقابله حتى اذا تشوف اذا ستار الكعبه رافعينه تشوف اثر باب هذا تقريبا يصير بجنب المستجار المكان الذي دخلت منه فاطمه بنت اسد سلام الله عليها الى الكعبة وولدت فيه أمير المؤمنين علياً عليه الصلاة والسلام. هذا المكان مكان الناس كانوا يلتزمونه يعني يلصقون أبدانهم به ويدعون الله سبحانه وتعالى من أماكن استجابة الدعاء. فتعلقت بالملتزم ثم قلت اللهم قد علمت طلبتي وإرادتي، أنت تدري أنه آني طالب هداية. فارشدني الى خير الاديان. زين عندما دعا يقول فوقع في نفسي ان اتي الرضا عليه السلام، الواقفه لا يعتقدون بالامام الرضا، لكن الله سبحانه وتعالى القى في قلبه ان ياتي الى الرضا عليه السلام، فاتيت المدينه فوقفت ببابه وقلت للغلام: قل لمولاك رجل من اهل العراق بالباب. قال فسمعت نداءه وهو يقول يعني سمعت نداء الإمام الرضا ادخل يا عبد الله ابن المغيرة قبل ما يشوف الإمام وهو يشوف الإمام الإمام ناداه باسمه ادخل يا عبد الله ابن المغيرة مرتيا فلما نظر فدخلت فلما نظر إلي قال لي قد أجاب الله دعاءك وهداك لدينه فقلت أشهد أنك حجة الله وأمينه على خلقه. الحديث الرابع عشر يقول الحديث: كان عبد الله بن هليل يقول بعبد الله. عبد الله بن هليل هذا رجل أيضا كان من الفطحية. الفطحية كما ذكرنا سابقا يعتقدون بجميع الأئمة من الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب إلى الإمام المهدي لكنهم يضيفون إماما يعني بدال أن يعتقدوا باثني عشر إمام يعتقدون بثلاثة عشر إمام من اللي مضيف بالأئمة عبد الله الأفطح عبد الله ابن عبد الله الافطح ابن الامام الصادق يعتقدون بانه الامام السابع والامام الكاظم هو الامام الثامن يعني بعد الامام الصادق يعتقدون بان الامام عبد الله وبعد عبد الله الامام هو الامام الكاظم هؤلاء الفطحيه يزيدون اماما وهؤلاء قد انقرضوا وسبب انقراضهم لانه كانوا ياتون للائمه اللاحقين ويعتقدون بامامتهم فيسألونهم عن إمامة عبد الله فالأئمة كانوا ينفون إمامته يعني الإمام عندما يقول أن عبد الله لم يكن إماما وأنت تعتقد بأن هذا الشخص الذي ينفي إمامة عبد الله إمامة عبد الله هو إمام خلاص ينتهي الأمر لذلك الفطحية انقرضوا سريعا كان عبد الله ابن هليل يقول بعبد الله يعني يقول بإمامة عبد الله الأفطح يزيد في الأئمة واحدا فصار إلى العسكر العسكر سامراء لأن سامراء بناها المعتصم لما ضاقت بغداد بجيوشه من الأتراك لأنه هو أمه كانت تركية فجاء بالأتراك يستعين بهم على ملكه فلما ضاقت بغداد بهم وشكوهم أهالي بغداد بنى مدينة سامراء فانتقل إليها وصارت العاصمة لمدة خمسين سنة تقريباً فصار إلى العسكر فرجع عن ذلك يعني رجع عن إمامة عبد الله الأفطح بعد أن ذهب إلى سامراء في زمن الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام راوي الحديث اللي هو أحمد ابن محمد ابن عبد الله يقول فسألته يعني سألت عبد الله سألت عبد الله ابن هليل فسألته عن سبب رجوعه فقال اني عرضته لابي الحسن ان اساله عن ذلك. يعني اريته نفسي، الامام الهادي عندما كان في في سامراء، سامراء شبه معسكر، لذا كان في مراقبه دائمه، واللي يريد يلتقي به جدا صعب، والسلطه غاشمه في زمن المتوكل وبعد المتوكل. فلذلك الذين كانوا يريدون الالتقاء بالإمام الهادي أحيانا كانوا يذهبون بطريقة اللي في وقت مثلا ذهاب الإمام إلى مكان أو رجوعة يلتقون به في الطريق صدفة ولحظات عندما يلتقي به مثلا يسأله فسألته فقال إني عرضت لأبي الحسن أن أسأله عن ذلك يعني عن إمامة عبد الله الأفطح فوافقني في طريق ضيق، يعني صار مقابلي قبالي في طريق ضيق. فمال نحوي، التفت الي حتى إذا حاذاني، يعني صار بجواري، أقبل نحوي بشيء من فيه، في فمه شيء. فألقاه إلي. شوف شلون التقية بحيث أن الإمام حتى ما كان يقدر يتكلم. ألقى من فيه ورقة صغيرة، فوقع على صدري فأخذته فإذا هو رق رق الورق الرقيق يسمى رق في القرآن والطور وكتاب مسطور في رق منشور الرق يعني ورقة كاغذ ولكنه رقيق القرطاس الرقيق يسمى رق فالإمام كان في فمه ورقة صغيرة ألقاها إلي فإذا هو رق فيه مكتوب ما كان هنالك ولا كذلك يعني عبد الله لم يكن إماما ولا كانت له قابلية الإمامة ما كان هنالك يعني إشارة إلى عدم إمامته وقوله ولا كذلك يعني ما كان مستحقا للامامه لان الامامه اصطفاء من الله سبحانه وتعالى وعهد من الله "وإذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين" ورب وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخير ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وعلى كل حال ادله اخرى، ولا كذلك هذا اصطفاء من الله سبحانه وتعالى، لم يكن بتلك المنزله، وحتى في هذه الكتابه الامام راعى التقيه لعله هذه الورقه تسقط بيد السلطه الامام ما مصرح بشيء، ما كان هنالك ولا كذلك، بس هو هذا الشخص اللي يدور في ذهنه فهم مقصود الامام من هذا الكلام. نسال الله سبحانه وتعالى ان يهدينا واياكم لما فيه الحق والصواب. هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين.